طب لو فلان كتب ده على صفحته الشخصية، مواطن كتب على الصفحة بتاعته أنا شايف كذا ومش عارف، هل في شكل من أشكال مجموعة أو فريق بيبدأ قدر الإمكان يتابع اللي ما يكتب على السوشيال ميديا وما إلى ذلك، ويبدأ يشتغل على التحقق منها ثم التحقيق فيها وبالتالي متابعتها باعتبارها شكوى؟ في زملاء من ضمن فريق العمل بيشتغل على ده، وعلشان أكون صادق مع حضرتك ما نقدرش نغطي كل الصفحات قطعاً وكل المواقع قطعاً، لكن كمان المواطنين بيعملوا حاجة إيجابية جدا بقى دلوقتي، هو بيدخل بيعمل منشن للشكاوى الحكومية يا سيدي أو لرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. حلو. فعلى طول الأدمن بتاع الصفحات زي ما حضرتك عارف هو نفسه ممكن يمنشن الأكاونت بتاع منظومة الشكاوى الحكومية أو شكاوى مجلس الوزراء، نروح على طول نتفاعل ونعلم. وفي مش بس ان هو ممكن يكون بيشتكي او بيقول، البعض ممكن يقول انا ليا شكوى ومحدش رد عليا ومحدش مش عارف. سواء هو محق فبندخل وزملائي يدخلوا يكتبوا التعليق المناسب ويوضحوا اذا كان في رد يقولوا لا الاجراء تم اتخاذ الاجراء المناسب، ويمكن حضرتك تطلع عليه من خلال الاتصال بالكول سنتر او من خلال الدخول على الصفحة او الاكاونت او الحساب الخاص بحضرتك على المنظومة، لكن ما بنفصحش. وفي اللي فعلا بيبقى الموضوع متأخر فبنقول له يعني ان شاء الله جاري متابعة الموضوع. وفيه اللي ما بيبقالوش موضوع اصلا، يعني يدخل يعلق ويقول انتوا لا بتردوا ولا بتفعلوا ده مش جد والكلام اللي حضرتك عارفه، ده غالبا بيبقى الواد سامي بقى شأن ده الواد سامي يعني شأننا شأن كل المجالات الأخرى والاستهداف اللي بيتم على كل الأنشطة والمجالات اللي الدولة شغالة عليها.